اليوم جبت لكم واحد الوصفه عاوتاني خفيفه ظريفه. غادي نديروا الرز، الماء ديال الرز، وغادي نصوبوا به مكعبات ديال الثلج. كيعاونوا كيصفيو الوجه، كيعاونوا انهم كيسدوا المسام، وكيعطيو النضاره للوجه. وفي نفس الوقت حيتاش الماء تاع الرز الا خليتيه واحد يومين ولا 3 ايام صافي كيفسد، ما كيبقاش يصلح. هاد المكعبات ديال الثلج تيبقاو مزيانين. يلا ربنا، وغادي نبداو على بركه الله. فما تنساونيش البنات بتشجيعاتكم، ديروا ليا جيم وبارطاج وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الوصفه ديالنا فيها غنحتاجوا جوج معلقات ديال الرز، وغنحتاجوا الماء. غناخذوا جوج معلقات تاع الرز، غادي نديرهم في اي اناء، زلافه قرعه اللي عندكم. غادي نديروا عليه الماء، كاس تاع الماء، وغادي نخليوه يبات ليله كامله. ها هو الماء ديال الرز ديالنا بعد ما بات ليله كامله، هكا كيكون. فكناخذوا هذا ديال الكلاصون اللي كيدخلوا للفريز، وكنعمروهم هكا. كاملين وكندخلوهم للفريجو جنبو، هاد راه كيوليو صالحين للاستعمال. وكي قلت ليكم هاد المكعبات ديال الثلج ديال الرز كيصفيو الوجه، كيصغرو المسام ديال الوجه، كيعطيو النضارة للوجه. صافي وكنخشيوهم في الوجه ميد. هذا من بعد كنستعملو المكعبات ديال الثلج من بعد ما جمدو لينا، هانتوما شتوهم كي تيكونو على هاد الشكل هذا. حنا نحاولو نخرجوهم، هاكا كيكونو. غديروهم لي تفيقي في الصباح تغسلي وجهك، كل واحد باش كيغسل وجهو، لي بالصابون لي بالميسيلر، كل واحد شنو كيدير. عادة تاخديها ودوزيها على وجهك كاملو هكا كاملو، صافي كل نهار كل نهار حتى يساليو ليك هاد المكعبات ديال الثلج اللي عندك، وتعاودي ديك الساعه تصيبيهم. المهم كل نهار ما تقطعيهمش، وكوني على يقين راه غادي تبان ليك النتيجه مره على مره مره على مره، غادي تبان ليك النتيجه وغيبان ليك الوجه ديالك بلي راه صفا. فكنتمنى البنات هاد الوصفه هادي تجربوها، وما تنساونيش البنات بالتعليقات ديالكم، وما تنساونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا البنات، خليتكم حتى الوصفه اخرى ان شاء الله.